الميني نيوز من زهرة الخليج اليوم. يوم المرأة الإماراتية واقع ملهم مستقبل مستدام، وفي هذه المناسبة هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نساء الإمارات بهذا اليوم الوطني، مشيرا سموه إلى أن المرأة الإماراتية هي شريك أساسي في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا، وأن دولة الإمارات من الدول الرائدة في مؤشرات تمكين المرأة، ونقدر عطائها وتضحياتها ودورها المحوري في المجتمع. كملت الصورة وصرت الحلم والواقع والنور في وسط الطريق، والبداية للا نهاية. وصلت طموحاتنا لين الفضاء وبين النجوم. أبو ظبي للإعلام تحتفل بيوم المرأة الإماراتية بإنجازات ملهمة وبارزة للمرأة الإماراتية في مختلف الميادين ودورها الريادي في نهضة الوطن، فهي ألهمت وشاركت وأنجزت وأثبتت أنها مقتدرة ولا تعرف التعب ولا المستحيل بمجرد أنها إماراتية. سلاحنا الإصرار، مستمدين عزيمتنا من قيادات مخلصة ورؤية ملهمة. قيادات زرعت في نفوسنا شغفاً للبناء والتقدم، فهيئت لنا أسس الانطلاق ومكنتنا بأدوات التميز والابتكار. وزارة الداخلية تحتفل بيوم المرأة الإماراتية والذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام، وذلك تقديراً لدور المرأة وإنجازاتها العظيمة التي حققتها في إعلاء راية وطن الإمارات الغالي ونهضته. أنا الإماراتية، للنداء نستجيب، للمستقبل نستشرف، للأرواح والممتلكات نحمي، لسلامة المجتمع نعمل. فأنا الإماراتية التي أثبتت أن واقعنا ملهم. عشر إماراتيات يرفعن علم دولة الإمارات على قمة جبل كلمنجارو الذي يعتبر أعلى قمة في أفريقيا، وفي رحلة نظمتها مجالس أبوظبي بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية والاحتفال بمنجزات المرأة في دولة الإمارات ودورها الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.